أنا براء صبر سليمان أخ الشهيد صبر محمد سليمان. أنا أخت الشهيد عبد الله أشرف جودة. ها؟ هذا أنا على طلع على إجازة اللي أنا جالس مع طلع المصري. صف إيش؟ يلا على بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسن منير حسين حمد أخو الشهيد منير حسين حمد. On May the 10th, the first day of the bombing campaign, 8 children were killed in Gaza. طلعي كاميرا. اشتريت لها الألعاب نقت اللعبة قديمة الله يرحمها ضمتها على صدرها وانبسطت وكانت فرحانة كثير كثير كثير. مرة أخويا إجا قاعدة تتعصص في الجوال لو أخوي خبطت علي قاعدة تعمل زي هيك. قصفور مين قصفور يا بابا مين؟ قصفور. In the 11 days of bombing, more than 60 children had been killed in Gaza. Hundreds more had been injured.